شجاني وطوعتك خليتك تدزل هذاك المطعم البعيد بهذوري القشرة شجاني وطوعاني صوتي اني صوتي اني صوتي طبعا سوشك سوشك انت لا سوشك انت لا سوشك انت. انت لا لو مسويك تبسي ها تبسي مال دجاج ويا باذنجان وشويه بوتيته وكان ما صار اللي صار ودزيت الولد ها يابا على كيفكم دقيقه على كيفكم شويه هدوء فهمونا ابنكم وين دزيتوا يابا انا دزيته لهذا المطعم راس الشارع زين يسوي كباب شلون كباب سمعي 100% لحم لحم غنم ما بي اي ليه ويخلي على اسمه والحلو بيه مقبلات اللي قدام يا معود ابني ابني لا اقول لك ابني يا مقبلات انا صوتي انا صوتي انا سمعت كلامك انا خليك تطلع عندي بهالظهريه هذه وداني ليش بابا قاعد مو فلوسي ما اقدر احكي صوت ابني ارد ابني وجع توجع يا معودي صدق كذب الزموا روحكم شويه بلكي يم احد يم اصدقائه دا يلعب يم الجيران شوف شوف فاهم حلق الافكار يلعب يم الجيران ليش بابا عشان تريدني اروح هسه عليه هو انا ايش ماكل من الصبح ما تقولي ايش ماكل هن عشر بيضات جلاس انقر لا تبعني لا انقر عيونك فهمتي اول وعشر جلاس خبز من هاي المقسمه كذب صمون بالفين والله اريد ابني معلي اريد ابني اني دقيقه يا امراه دقيقه نفكر نلقى لنا حال شجاني مخليته يطلع اني مو قلت لك مو قلت لك دزه هذا ابو العربانه ست سبع لفات فلافل كرز بيهم بين ما اطبخ لك التبسيه تريدين اكل فلافل من هذا ابو العنبه يحط لي فلفولتين ليش هذا ما وين تمضمضين؟ اذن اتمضمضين يا بس عوب الفلافل فهمونا خابرت الشرطه بلغتهم خابرهم اول ما تاخر الولد بس حكيت قلت له راسا شال التليفون وخابرهم لا لا ما خابرتهم ها مو شفتك تحكي بالتليفون وانا خابرت ابو الدليفري قلت له جيب لي بيتزا باللحم لين ام الخضار ما تعجبني ما تمض بيا دقيقه هسه دقيقه عليك يا ابو الفلافل دقيقه راح تموت المره سويت ان انت انا خابرت ما دا اتحمل دقيقه شويه خابر في الورقه ماذا هنا مجال ما دا اتحمل اللي يصير بي والله ما دا اتحمل لا تبكي ما يخالف عيني هسه ان شاء الله الشرطه تلقاه اخ يا ابي انا ما بقول على ابني اول ثاني رجع بس انا شنو السبب شو مسوي حتى لحد ما متغدي سبع ضربه طلقه حد يقول لي ايش يا بس والله هسه لو يجيبوا لي صمونه على الحرج